أوقات الحاجة اللي في إيدنا اللي احنا عليها تعودنا، بنقول إنها مضمونة وباقية ومش هتروح. وأنا دايما كنت بعيد عنها، قال إيه فاكر نفسي ضامنها، مش عارف إني سايبها كتير قلبها مجروح. وأنا بغلط كانت بتحذرني قولي بلاش، هيجي لك يوم فعلا تخسرني ما بسمعهاش. ونسيتها وعمري ما كنت بحافظ على مشاعرها، والقلب القاسي اهو خسرها، وهموت من غيرها، هموت من غيرها. سابتني ولو ثانية، وحشاني بجد ونفسي أشوفها وخايف أقول. ودي مش عايزاني في دنيتها من كتر القسوة اللي شافتها، راحت مني وبعدت عني وأنا المسؤول. وأنا بغلط كانت بتحذرني تقولي بلاش، فعلا تخسرني ما بسمعهاش. ونسيتها وعمري ما كنت بحافظ على مشاعرها، والقلب القاسي وخسرها. وانا بغلط كانت بتحذرني تقولي بلاش، هيجيلك يوم فعلا تخسرني ما بسمعهاش. ونسيتها وعمري ما كنت بحافظ على مشاعرها، والقلب القاسي وخسرها، وهموت من غيرها، هموت من غيرها.